الفنانة اللبنانية نور تفتح قلبها لأول مرة في واحد من الناس، تكشف أدق أسرارها الشخصية. اسم نور مين سماهولي؟ اخترته أنا وماما. وتفاصيل عن حياتها الخاصة بعيدا عن الفن. خلصت مدرسة الراهبات، خدت كلية ايه؟ فنون جميلة، رسم ونحت. أجمل لوحة رسمتيها كانت ايه؟ بواخر في البحر وكده يعني. مصدر ثقتك بنفسك جاي منين؟ لما بتنجح بيبقى عندك ثقة زيادة. بتعيط في حضن مين؟ ولا آخر مرة عيطت في حضن ابني. انتظروا النجمة نور في لقاء خاص مليء بالمفاجآت والأسرار في واحد من الناس مع عمرو الليثي، السبت 10 مساء على النهار.